الحباب الصباح الخيرات صباح النور لو بيبي فا بيان. مشينا عند ساج فام ما جاتش عندي اليوم للدار لان بارابور لوغانيزاسيون داكشي المهم كنمسل لك انني نجي عندها الكابيني. المهم مشى معايا ريان الحمد لله. كيف كان دي بور لو بيبي لا تيت الي ان دسو اون با يعني رادار البيبي ولات سميتو راسو ولات تحت والمؤخره قزيزيبه كما تنقولوا الفوق كاسكالا دي لا ساج فام كو تو فا بيان وي تو فا بيان فوالا ميم سي جي دي دولور ميم سي جو سوي فاتيغي سا سي نورمال فوالا سي نورمال لا بروشين فوا لا سومين بروشين ال فا فينير ا لا ميزون ا 8h30 كوا Mardi prochain, t'as pas entendu? Ah, à 8h30, oui, elle va venir. Je vais devoir me lever. Mais c'est pas grave, tu te lèves pas. Si tu te lèves pas, c'est pas grave. Moi, moi, je suis en train de faire des choses. 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 قالت لي اصلا قالت لي اللي ما كانش لو طرافاي اللي ما كانش تيجيني الوجع وما كانش سميتو الباسين الحوض كبير شويه يعني غير نورمال شويه تيتحل قالت لي سي نورمال تكون سيزاريان قالت لي وسميتو قالت لي سورتو ان دابا هو اول مره دابا من شي 4 شهور. المهم فيما كنت ندير انا مؤخرا الراديو داك الشيء تدير لي التلفازه كانت الراس الفوق كان اون سياج اليوم اول مره نشوفوه تحت. المهم قالت لي ماشي غير مساله ان الراس تحت وسميتو ولو باتسان فوق وهذا الشيء قالت لي تم مساله ان سميتو يعني لي كونتراكسيون تقلصات اللي ما كانش فيه الوجع واللي كان الحوض صغير وما كانش الجهد عدي قالت لي ولا كانت ليطا جينيرال يعني الجسم فاتيغي قالت لي وما كانش عندك الجهد قالت لي سي نورمال قالت لي تكون سيزاريان باش سميتو بور نو با سميتو ما يكونوش دي كومبليكاسيون. المهم هادشي اللي كاين ايوا هانتوما معانا دوزو معانا واحد معير انا ورايانو سافا تو فا بيان تو اي كونتون avec sauf que bah je suis un peu content mais pas trop. Pourquoi? Elle a vu, t'as vu quoi? Les testicules? Non, c'est pas ça, moi. D'accord. J'aime bien. Mais je suis désolée. Le bébé. Moi, je pense à l'avenir et je sens que je vais. Qu'il va crier. Ben, c'est normal qu'il va crier. De toute façon, on est préparé pour ça. Il va crier. Il va. Au début, les cris, ça va être tout doucement. Il va crier. 4 mois. Voilà, mais après il va crier plus fort, fort, mais tu es son grand frère, tu vas t'occuper de lui, t'es content, ouais, malgré tout ça. Quand je vais ouvrir le frigo, je vais voir des tonnes de bibis. Non, mais les bibis, elles vont pas être au frigo. Mouhim, je m'en ai chez Chouya. Allez, on rentre à la maison, j'ai faim, je suis fatiguée. J'ai envie de manger. Eh bien, on va rentrer, allez. Lihbab. المهم اليوم درت 4 البيضات لانني هذه شي اسبوع شي حاجه ما درتش ما كليتش البيض والصراحه فيا الجوع وما بقى عندي ما يتكل يعني ما مخليش شي حاجه سميتو في الثلاجه مزيانه باش ناكلها الخص ومطيشه زيت العود. المهم هنايا دايره الكمون ولكن ما دايرهش الملح نهائيا لانني درت فوق المطيشه درت فيها الملحه وكما تعرفوا عندي لا ريتونسيون دو وسميتو كنقص مزيان من الملحه. المهم هادشي اللي كاين الحمد لله كل نهار ونهار ونخلي الصفر يطيب شي شويه مزيان مولفه تنخليه ما طيبش مزيان ولكن مع الحمل ضروري يطيب هادشي مزيان والحمد لله الحمد لله كل نهار ونهار. المهم غير بنادم يلقى ما ياكل الله يرزق الصحه والسلام. درت واحد الخبيز سميتو سميتو غريي ومن ثم ناكل انا الاولى ومن بعدها نعطي الرايان ياكل راه تيلعب مع صحابو سميتو في
في سميتو في لا سويتش. المهم واحد المساله بالنسبه لسكر الحمل، كما قلت لكم انا تنعبر، ولكن الحاجه اللي بتنأكد عليها تنفرق الوجبات، تنفرق الوجبات، لان السكر انا عندي تيطيح تيطيح اكثر من تيطلع، والسكر اللي تيطيح هو اللي خيب بزاف، لان تنقد كما قلت لكم في شي فيديوهات تنسخف تنسخف، يعني اللي سخفت سي با بون، السكر ما خاصوش يهبط ليا بزاف. علاش تنفرق بزاف الوجبات في سميتو؟ ديما تناكل واحد 5 ولا 6 وجبات في النهار. المهم الهيدروكربونات تنحضي منها، المهم، ولكن اللي طاح ليا السكر بزاف ضروري تناكل شي حاجه فيها السكر دغيا باش طلعوا ليا دغيا. كما شفتوا في واحد الفيديو كنت كليت المسمن مع العسل، من تشوفوني تناكل المسمن مع العسل ولا شي حاجه حلوه مزيان، عرفوا بان السكر عندي راه طايح، راه طايح مزيان. يعني ضروري ضروري خاصني ناكل شي حاجه فيها الحلاوه باش طلعوا ليا. واخيب سكر هو داك السكر اللي تيطيح، السكر اللي تيطلع تقد ديرو دير مع الريجيم وتحاول دير اتونسيون، ولكن السكر من تيطيح بزاف هو اللي خايب، تتقد تصحفي طيح ديري ماليز. فوالا ولدي تبارك الله راه سالي يلعب مع اصحابو غير في لانينتندو سويتش، بحال قلتي يلعب معاهم وهما معاه والحمد لله. الحباب المهم ضروري واحد الخريجة، المهم قريبة للدار، جبت رايان هو وصاحبو البارك القريب ليا، راهم مسالين يلعبو في لاتيغوليان، وكاين دي جو هنايا، المهم قريب للدار، ولكن هزيت الطوموبيل بقيت انا في الطوموبيل ما فيا ما ننزل الصراحة لله. المهم عييت ما نكذبش، تنحشمش دابا تنقول عييت عييت صافي الله غالب. انا جلست في الطوموبيل تناكل بعض البيزات، تنقرا في واحد لاليتر جاتني واحد واحد البرا واحد لانفيتاسيون على قباليت على قباليت سميتو واحد البلاصه اللي شاريه منها الطوموبيل بدلو دار واحد المحل جديد، صرا نقرا فيه في لانفيتاسيون معيطان عليا ما بغيت نشري هاد الساعه ما شاريه والو، من غير تنقرا وصافي. وجالسه مسنطه ما كاينش شي برد، اي في بون كما تنقولوا، ما كاينش شي برد وما كاينش شي حال سخون وما كاينش شي شمس، وخلي حك هرمونات انا ما حاساش بالبرد. المهم لابسه هاد سور فيتمون هي هذيك، وجالسه مسنطه العظامي وانا دايره بالي مع الوليدات تيلعبوا، ضروري نخرجوا مره صراحه لله. وانا براسي وليت تنقنت في الدار، تنبغي نخرج يضربني شويه البرد، واخا كاع ما نزلش من الطوموبيل، المهم ندور واحد جوج دورات ثلاثه ونمشي من هنا حتى جهه البحر يضربني البرد. كما قلت لكم انا ساكنه حدا البحر، هذيك ضربني بريد، ولا نخرج حدا البارك عطى الله لي بارك صافي وندخل الدار. المهم حمدنا الله وشكرناه على كل حال، حمدتك يا ربي وشكرتك، الحمد لله صراحه لله حمدتك يا ربي وشكرتك. الحباب المهم من بعد ديك الدويره دخلت للدار، المهم ريان خليته تيلعب مع صحابو شي شويه، هي هذيك جاي يوريكم بانه تيلعب مع سميتو في نينتندو سويتش تيلعب شي شويه. المهم مره نخرج مره يلعب مره تيدير لي دوفوار، كان عارفين مع العطله وهذا الشيء. الحاجه اللي بغيت نقول لكم قبل ما ننسى، تنشوف لا ساج فام، الناس اللي ما شافوش الفيديوهات قبل تاع اخر موعد بالنسبه للولاده، راه الدكتوره تاع التوليد والنساء هي اللي قالت لي سميتو الساج فام خاصها تراقب لك هذه الاسابيع الاخيره، الاسابيع الاخيره تاع الحمل باش نشوفوا كل شيء مزيان، يعني ضروري تنشوف تجي عندي ولا تمشي عندها لا ساج فام. ونشارك معكم العشيوه الحباب، العشيوه تاع اليوم شلاضه خضراها وما تشوفوها، فيها زويتينات دايره فيها زيت العود وشويه تاع لا موطارد الله يجعل البركه، ودرت بيجا في في سميتو شريتها مكونجليه، خشيتها في سميتو في الفران كل نهار ونهارو. البنات اللي عندهم مشاكل مع سكر الحمل يخلوا ليا
في التعاليق. المهم انا سكر الحمل راه تنعبر وتندير اتونسيون كما قلت لكم، تنفرق الواجبات وانا عندي السكر طيح اكثر ما تيكون طالع. المهم وما نكذبش عليكم، فقيتة الحمل راكم شتوني غلاضيت بزاف، ولكن اللي ما كليتش تنسخف صراحة لله. خليت لكم الصحة والسلامة، الله يثبت الحمل والله ييسر للجميع.